في احلى من انه يعرف الانسان انه الناس عم بتنقيه او الناس عم بتعبر عن حبها له. وانا بشكرهم يعني اكثر من اني اقدر اعطي افضل ما عندي باعمالي، ما بعرف كيف بدي اشكرهم، بس قد ما فيني اعبر عن محبتي لهم ما رح اقصر. اكيد. لمين بتهدي الجائزه اليوم؟ بهديها اول شيء لروح امي، لانه هي زرعت فيي هالمحبه اللي يمكن عم تقدر تنعكس على الاخرين. وبهديها لكل انسان اليوم يمكن عم يعمل كثير مجهود بشغله وما عم يتقدر، يعني باي مجال اللي كان، ان شاء الله بيوم من الايام كل انسان عم يسعى انه يوصل يقدر يوصل ويحصل على الاشياء اللي بيستاهلها. اكيد. ان شاء الله يا رب كمان تتحضر لك جائزه عن عمل مسرحي حتبداوا فيه بلبنان، وشفنا الصور وشفنا كل شيء. الف مبروك، واكيد الحصه الكبيره لما نكون بالاوبننج، ولكن هيك خلينا نعطيهم شوية معلومات للمشاهدين. بنت الجبل النسخة الثالثة، بنت الجبل المسرحية اللي صارت يعني محفورة بذهن كتير من الناس. الجيل الجديد كتير حابة انه يتعرف عليها لانه ما حضرها غير على التلفزيون، ونحن عم نحاول نكرم سلوى القطريب وعم نحاول انه نرجع نحيي الاعمال الخالدة المسرحية والمسرح الغنائي بالتحديد يلي اليوم نفتقد كتير لوجوده على الساحة الفنية، واللي بنظري هو وجه من وجوه الثقافة يلي ضروري يضل موجود. امتي بتنطلقوا؟ نحن بننطلق ب 14 الشهر والافتتاح الرسمي ب 20. ما يخص التلفزيون؟ التلفزيون انا عم بكتب مسلسل وعم بكتب فيلم سينما. وقفت شوي كتابه لانه كنت متفرغه لتمارين المسرح، بس هلا اول ما نقلع بالمسرحيه برجع بتفرغ للكتابه. غنائيا؟ غنائيا في غنيتين، في 2 سينجلز، بعد ما قررت امتى بده ينزلوا واي سينجل قبل الثاني، بس كثير متفائله بهالاغنيتين، مختلفين كثير عن بعضهم، بس بحس انه رح يكونوا شيء جديد بمسيرتي الفنيه. قال لي مين اهتم بطالتك وجمالك اليوم؟ اهتم اول شيء بالفستان الي وهبه، بشعراتي روبر معلوف مثل العاده، والميك اب والشحون.